مبنى التأمين الصحي بمدينة نصر بالقاهرة، ودي صورة من احتياجات الموظفين النهاردة اللي أضربوا عن العمل. هم خرجوا قدام المبنى كل الفئات، الأدي الممرضين، ممرضين أهو، وأدي الدكاترة، وأدي صورة من المتظاهرين. الشعب طبعا توقف معاهم، مبنى التأمين الصحي بمدينة نصر بالقاهرة. نقدر نعتبر ان صور من صور الاضراب العام بعد 19 يوم من المظاهرات، في تفاعل شعبي. شارع طبعا